فالسلام عليكم متابعين قناة الشعب قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. حنا هنا مباشرة من مدينة سلا، فكيف ما كتشوفوا معنا هذا السيد هذا اللي كان خدام على وليداته، كان عنده واحد المصروف قار للشهر، فمن بعد ما مرض مرض السكر تقطعات ليه الرجيلة، فهنايا دارت عليه الدنيا. فاليوم معنا السيد اللي غيحكي لنا المعاناه ديالو من بعد ما تقطعات ليه الرجل، يعني كان برجلته بصحيحته كيتمشى خدام على راسو، فتلقى راسو رجلته مقطوعه. فالحاج تكلم ليا على المعاناه ديالك، تفضل معايا. السكور قطعت ليا رجلي مع السكور، كنت خدام ومع مرات من تما شي 7 سنين هذه دابا، ورجعت تنعاني دابا تنخرج هذا الدواء وهذاك الشيء وما تنسى غادي على هذا. عاود اليوم على الخدمه ديالك قبل ما تعرض يعني شنو كنتي دير وهادي، عاود بعض شويه يعني كيفاش كنتي كتعيش، يعني كنتي كتعيش حياه عاديه؟ عاديه كنت كونسيونس تنتخلص في هذا، عاطيني جوا على هذه العماره اللي تشوفي فيها انا، عاطيني السكنه وهذاك الشيء، مرضت وقطعت رجلي من تما قعدت غير في هذا شحال وانا تنعاني. دابا المشكل دار الشواهد الطبيه وجميع التحاليل ديالو رفضوهم ليا، يعني ما عرفتش علاش شنو كاين المشكل. كاع التحاليل الطبيه هنا وكاع انت شخصيا كتعرف هذا السيد، يعني ولد هذا الشيء كبرنا قدامه، هذا السيد راه بحال الاب ديالنا، كان كونسيرج في صحيحته، كان كونسيرج في العماره اللي تشوف فيها دابا، كان المسكينه ديالو، ومنين تبثرات لي الرجل ديالو راه بقى هنا تيضرب تمار على وليداتها، عنده بنيه وحده وعندو وليد وراه تيضرب عليهم التمارة، وعندو هادشي تيشوف فيه سكنة بسيطة، وهو شي تيشوف دابا هنايا. يعني السبب ديال المرض اللي خلاك؟ المرض هو السكري، قوى عليه والأعصاب، وراك عارفة تبترو ليه الرجل ديالو. دابا أنت لقيتي راسك دارت بك الدنيا، والحمد لله الله اللي ابتلاك. ما ابتلاء من الله. أمر الله، أمر الله. ولكن المعاناة ديالك من بعد ما كنتي بصحتك تقطع سي الرجل. يعني الحياة ديالك مقلبة، تعاود لي شوية منين من مور العملية وداك الشيء كيولي من مور العملية ولات الحياة شوية ناقصة، فهمتي نوبة نوبة محسنين اللي تيدبروا عليا الناس تيتعاونوا معايا تيتعاونوا معايا وصافي هذا الشيء اللي كاين. دابا انت خدام على راسك واخا رجيلة اي خرجت انت شي ضرب تمارة هكاك على زينة بعشرة راه ما كاين والو اختي، ما كاين حتى عم محسنين تيتعاونوا معاه مرة مرة، ما ضمن برا تنطلبوا الناس كاع تشوفنا دابا داخل الوطن ولا خارج الوطن جيو تعاونوا مع هذا السيد هذا الله في سبيل الله، باش مسخام الله ماديا معنويا، المهم يساندوا السيد راه مقيم سلاح يا رحمه، جيو عندنا حنا نعطيهم العنوان. قول لي السيد شحال وانت دابا مقطع عليك رجلك؟ شي 7 سنين دابا. طالب 5 سنين. يعني كتمشي كدير الكونترول يعني كتدوز مع الطبيب؟ اه اييه. كيقولوا لك يعني فاش كتمشي يعني كاين شي تحسن ولا كاين؟ شوية تاع شوية وصافي رجلة شوية فهمتي. وهاد التحاليل دابا دوزنا كاملين رفضوهم ليه؟ ما نرفضوهم ليا باش قال لك ما ديرش انت خصك النقاط ما طالعينش. هذا دابا ديال هذا ديال الراميد. انت ما عندكش الراميد؟ ها؟ كان عندي الراميد وحيدو دابا ما بقاوش قبلوه داروا هذاك الشيء ديال هذا، قال لي انت ما عندكش هذا تيردوا ليا وانا داير شكاية دابا للعمل. شنو تقول لوزير الصحة؟ اللي نقول لي راه هو هذا راه كل شيء خصني غير اللي يشوف من حاله وزير الصحة ولا يصيفط الناس مكلفة يشوفوا من حالة السيد هذا. السيد راه راجل مكافح تعاونوا معاه. شحال عندك الوليدات؟ ثلاثة. عندك ثلاثة الوليدات؟ قلت لي كانوا وما عندوش المرأة، راه ثلاثة الوليدات راه هو اللي مكلف بهم. حتى المرأة مشات بحالها. ما كل شيء تخلى على عايشه مع المحسنين اختي. لا مع المحسنين دابا. حتى كانت معك المراه؟ كان اييه كان كل شيء. وفاش مرتي خلات كل شيء. ايوا. يعني انت دابا عندك ثلاثه الوليدات؟ عند الله
عنده الله سبحانه وتعالى ومحسنين يتعاونوا معاه وغادي بقدرة الله عايش. المهم اللي شنو الطلب ديالك الشريف من المحسنين من الناس اللي تيشوفوك دابا على قناة شوف تي في باش الناس يعرفوك انت فين كاين فين كتبقى؟ يتعاونوا مع هاد الناس كاع اللي تيشوفونا دابا بالمباشر كي صغير كي كبير كي اللي في البلاد واللي خارج البلاد يتعاون معاه. قلت لك باش ما سخاهم الله ماديا معنويا وخا يجيو يطلع عليه واسيو. وحنا الشعب المغربي راه كاين الرحمه وكاين الموده وتنطلبوا من الناس ها هما حنا حي الرحمه سيكشور دي شارع مقاطعه شارع علي بن ابي طالب. حنا في هو ارتيبي الدجاج معروف يجيو لنا الشارع كاع اللي بغا نعطيو النمره اللي بغا شي حاجه اللي بغا النمره يقيد 06 26 94 51 13. وهذا الشيء ما نقولو الرقم ديالو على المباشر في العمان عقد النمره ديالو. فكذلك اللي بغى يتصل اولا بغى يتواصل باش يعرف السيد فين كاين يتواصل مع يونس راه هو ولد مرحبا فيسبوك يونس السعداوي طلع عليك النمره 06 26 94 51 13. انا لا في سبيل الله نتعاونوا مع السيد هذا. يعني اخيرا شنو الطلب ديالك انت باش شوفوا من حالي شوفوا من حالي وصافي هذا اللي نقول لك انا نشوفوا من حالي وعاونونا. بقى لي هذا الشيء اللي بقى لي في عمره ويكملوا مع وليداته بخير وبخير. وليداتك باقي صغار ولا كبار؟ واحد باقي اللي معاه دابا صغير وواحد جوج مهاجرين لتركيا. هذا الشيء اللي كاين. فكيف ما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام هذه هي الحاله ديال هاد السيد هذا اللي في الامام ديالكم. يعني من بعد توا ما كان خدام على راسو كان مجاري واحد العائله فالظروف والمرض خلاته انه تقطع ليه رجيله. فكيقول على انه من بعد ما مرض ومن بعد ما عيا تخلات عليه الزوجه ديالو في هذا الظرف اللي كان محتاج الدعم العائلي والدعم المعنوي. فمتابعينا الكرام شكرا على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في بث مباشر اخر.